باعتبار حضرتك يعني مقر لجنة الشباب في الحوار الوطني، عاوز أعرف أهمية تعزيز دور الشباب في النقاش المطروح في هذا الحوار الوطني. يعني أولا صباح الفل على حضراتكم. احنا كنا سعداء جدا احنا لما ربنا وفقنا وتم اختيارنا ان احنا نكون مقررين عن لجنة الشباب الحوار الوطني في شهر 9/2022. كان السؤال اللي احنا دايما بنطرحه، هل فعلا هنتكلم مع الشباب في كل المواضيع اللي هم عايزين يتكلموا فيها بحرية وبفكر وان هم يقولوا كل حاجة هم عايزينها؟ كانت الإجابة من الأمانة الفنية والسادة أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني أو طبعا ما فيش أي مشكلة، على أساس أن محور الشباب بالأخص يعني لما هنسمع أفكار هنتكلم عن اقتصاد، هنتكلم عن سياسة، هنتكلم عن المشاكل المجتمعية، فقال لك طبعا شوفوا اللي أنتم محتاجينه، وبس احنا في الأول وفي الآخر عايزين توصيات قابلة للتنفيذ. فخلال الفترة اللي فاتت نزلنا في الجامعات ونزلنا في المدارس ونزلنا على القهاوي وفي القرى وفي النجوع وفي مراكز الشباب. عايز اقول لحضرتك يعني احنا ما فيش مكان سبناه عشان نقدر نوصل صوت الشباب للتنفيذيين او لمجلس النواب، عشان لو في تشريع يتم من قبل مجلس النواب، لو في حاجه تنفيذيه من قبل الحكومه نبتدي نشتغل عليها على ارض الواقع. صحيح. وما تبقاش وعود ان احنا بنوعد الشباب وخلاص، لا صح. تبقى فعلا وعود قابله للتنفيذ، واحنا فخورين ان احنا عندنا شباب فعلا لما قال افكار وقال توصيات خلال الفتره اللي فاتت. بنقول لا، احنا محتاجين نسلط الضوء على الناس دي، محتاجين نسلط الضوء ان الشباب فعلا عندهم فكر محترم، بس محتاج اللي يسمعه. صحيح.